صباح الخير، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم. اصبحنا واصبح الملك لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. نهار جديد وفيديو جديد، اليوم بدي اسمعكم من الصباح. اليوم بحكم عم فطروا كاملين مجموعين، ربي يجمعنا ويجمعكم جميعا في الجنة ان شاء الله. الطير عادي، ما فيه لا بروتوكول ولا والو، المهم لكن لا رغيفات لا والو. جبنا خبيز سخونه، طوسطاده راهيه، وشويه ديال قيطه هنا من الميلاده ديال المشمش، زبيده بالعسل، فيلادلفيا منتظره، قهيوه. وانا هنايا عاود عملت شويه ديال الميلاده ديال هذا الفريسه لايت، يعني ديال الناس اللي في السكر، والجبينه ديالي اللهم ادمها نعمه وحفظها من الزوال. بدينا معكم بالفطير، وانتم معنا اللي درناها غادي ان شاء الله نشاركوها معكم. مهم الحمد لله، من بعد ما فطرنا وجمعت القشيعات لقيتوني خارجه دابا غادي نمشي نجيب شي صخيره بالجري، لانني تنبأت واحد الخبر كيسر. يا ربي تفرحنا وتفرح وليداتنا جميع، دزات عندنا واحد المولوده جديده، وخصني بجري ندير الغدا باش نطلع نشوفها ان شاء الله بحول الله. اليوم الجو الصباح مزيون، ما كاينش البرد، ما همش مش بحال لي جو ربيعي، الحمد لله والشكر لله. اللهم ربي هو يرحمنا ويعطيها لنا على قد النفع، ويرحمنا يا ربي وترحم النفوس ديالنا ان شاء الله بحول الله. المهم الدنيا خاويه كما عودتكم دائما. المهم الدنيا الجو جميل، وهنايا اصلا هاد البويبلو هذا هادئ، غير الصيفيه اللي كيكون فيه شويه ديال الصداع. المهم غادي نمشي نجيب الصخيره ديالي دغيا، وغادي نرجع نوجد الغداء مفافيه. المهم لقيتوني تسخرت وجيت للدار، هذه هي الصخيره اللي جبت، دزت البوناريه جبت هذا البيض، المهم جبت الصخيره، جبت هذا الزيت واعر عند بوناريه، كدير شي تسعد الاوراق لشي حاجه، ولكن زويته يعني كتعرفي راسك اش كتاكلي. من الميلاده حتى هي جبتها ديال الحلوى، هذه ديال كتجي الحلوى الريشبون بها غزاله. البطاطا عاود جبتها حتى هي. المهم دائما خاص 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 ضروري من الخصان. هنايا جبت هذيك محمصه اولا بركوكش، جبت سكر كلاص سلالي. المهم انا جبت وصافي، ما عارفاش اش غندير بهم، واللي عملتها غادي نشاركها معكم. ايوا راه نتوما كتعرفوا دابا غادي يبدا الجهاد. حنايا العيالات مجاهدين، سواء كنا في الخدمه ولا في الدار. عند الجزاره ديال الحومه هنايا نيت، جبت من عندها منطاديله، وجبت من عندها المهم شويه ديال اللحم، جبت من عندها صوصات سلطمو الدجاج باقي عاجه، ديت من عندها واحد الكيلو. المهم اللي عيكفاني انا ووليداتي نقدر نديرو كلو، نقدر حنا غادين مع الوقت وصافي. وهنا جبت واحد الكيلو ديال الحيمات، وهادشي اللي كاينه. غادي ندوز ندير الغدا باسرع ما يمكن. غادي نركن البيضات في البلاصه ديالهم، هادو دائما كنخليهم في هادشي اللي ويلا، باش ملي كنبغي ندير بهم الكيك ولا شي حاجه كيكونوا يعني بدرجه المطبخ ما كيكونوش باردين بزاف. وعاد كنعملهم هنايا باش ما كنغسلهمش، وكيجوني ساهلين. المهم حيت هادشي اللي ويلا كتحافظ عليهم، وهادشي اللي كاينه. ايوا خصكم بكثرة الفرحه، ما كنعرف راسي شنو كندير، خصني عفوا يا خنطير ونمشي نشوف عويناتها. والله الا المهم الغديوه اليوم غادي ندير طوطيه، هنا قطعت البطاطا والبصله. انا ديما كندير واحد جوج بصلات كبار باش كتجيني الطوطيه حلوه، كتجي بهذه الطريقه واعره ولذيذه كتجي، ولكن اللي ما كياكلولوش وليداتو يتفاداها. وفي التويكره ديالي، التويكره العريشيه الشماليه، تحيه الناس اللي دخلوا عندي كاملين، كنقول لهم مرحبا 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 بكم. والله العظيم البارح فرحوني بزاف، وكنشكر الناس اللي باركوا لي حتى هما اللي حطيت ديك البوست في الانستغرام، كنقول لهم الله يبارك فيكم. واللي ما عندوش الوليدات الله يرزقهم له، والله يجعلهم يكونوا من الذريه الصالحه، واللي عنده وليداتو ربي يخليهم له. وهنا دازت خصكم عملت شويه الزويته في التكره، وغادي نقطع هاد الصوصيط، لان باقي عندي كيف جبته من عند الكارنيسيريه، هي من الاحسن هي تدخلوه لكم خلادور، كتجي التقطيعه ديالو سهله. ولكن بحكم انا مزروبه خصني فويا خير نطيب الغداء وباش نخرج. المهم غادي نقطعو بالمقاس شويه بشويه، وان شاء الله بحول الله غادي نوجد معكم الغديوه.
المهم اول نهار اللي غادي ندير هاد الصوصات في التويكرا، نورمالمون انت دايما كنعملو غير في المقيله. هنايا في التويكرا عملت شويه ديال زيت العود، عملت البصيله، عملت واحد شويه ديال الثومه، غير واحد ديالتي كان عندي باقي صغيور هنا كيدور، اديش على اختكم راه مفافيه والله، غادي نشحرها ان شاء الله حتى غادي المهم تطيح شويه، باش عاد غادي ان شاء الله نزيد فيه الصوصيط. تبارك لي وقت الله منزله في الاول ديال الفيديو، وهنا خصكم هي مراقبه هاد الطنجره هادي وهاد الطنجره هادي. والله العظيم الله يرزقنا الصبر. سمعت واحد الفقيه ديك النهار كيقول قال لك المراه عندها واحد الحاسه كبيره وواحد القوه اللي ما موجوداش عند الراجل، واخا كيقول لك الرجال قوامون على النساء، ولكن الراجل اللي جا من الخدمه يقدر يعمل غير الغديوي ديالو بزز. المرأة لا، كطيب الغدا، كتربي، كتشطب، كتجفف، يدها هيدا ويدها هيدا. والله العظيم واحد القوة كتكون فينا خارقة اللي عطاهالنا الله سبحانه وتعالى. ولكن دائما نصيحة مني ليلكم، نصحوني ونصحكم دائما والله العظيم، الا حافظوا على بيوتكم، حافظوا على وليداتكم، حافظوا على داركم، حاولوا تجاوزوا الحاجات، سيروا على قدكم. سير الانسان على قد الحال ديالو، عنده ولا ما عندوش يمشي على قد. بصح حنا كنحلموا كثار وما كرهناش بزاف الحاجات يكونوا عندنا، ولكن من الاحسن يا الانسان يحلم على قده باش تعيشي مرتاحه، باش تمشي مزيانه، باش تمشي النفسيه ديالك النفسيه مرتاحه. هنا الطورطيه من بعد ما طابت لي عملت هنايا اربعه، لا خمسه البيضات عملتهم، عملت شويه ديال الربع يابس وشويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وغادي نخلطها. غير المقله دائما نعملو فيها شويه الزيت وخليوها حتى تسخن باش ما كتشبرش الطورطيه، وكتطلع منفخه واعره بحال اللي كتشريو من الزنقه عن تجربه. المهم انا كنعلمكم وانتم تعلموني، واختكم هي غاده معكم دقه دقه، ونكمل معكم النصيحه. لان قلت لكم الانسان اللي كيمشي على قده والله العظيم الا كيعيش مزيان في حياته. اخد بصح النفس ديالنا كتغلب علينا، ولكن دائما نرجعوا الله سبحانه وتعالى ونستغفر الله، ومن شويه نديروا كثار، والانسان يحاول يسعد نفسه على وجه وليداته. راه حنا كنعملوا المستحيل. هنايا في هاد التويكره سيب ديك صوصيط وشحرته، زدت له شويه ديال المطيشه هاد البارتي ما عرفتش علاش تحيد لي، وزدت عليه شويه ديال البيض، وزيدوا شويه ديال المعدنوس اللي عندكم خضار اولا يابس، سهلوها على راسكم، يسهلها الله عليكم. وهادشي اللي كاين. المهم انا غادي نزيد، تقدروا تزيدوا حتى شويه ديال الجبن محكوك، انا ما متوفرش عندي. والطواجين ديالي ها هو جا، ما نقول لكم شي كيشهي. والطورطيه انا نزلتها، انا قلت لكم عملوا عهد القضيه كتجي مزيونه ومنفخه. هنا لقيتوني صافي تغدينا بالجري، يعني بواحد السرعه بالجري، سمعت في ديك القشوع وقلنا يلا غادي نطلع اليوم ان شاء الله لبرشلونه باش نمشي نشوف الضيفه الجديده اللي جات، وغادي نشبروا الطريق ان شاء الله. انا لقيتوني هنا كنتسنى اللي غادي يجي يدينا، لان حنا ما عارفينش الكلينيكا اللي ولدت فيها، حيت ما ولدتش في سبيطار عادي، ولدت في كلينيكا. ايوا غادي يجي اللي يدينا ان شاء الله بحول الله، وطرق السلامه لينا ولوليداتنا، والله يفرح الجميع. اختكم الفرحه ما سيعهاش وما قداهاش، والله العظيم كنا كنتسناو هاد الفرحه من هادي شحايلي، وربي فرحنا وفرح وليداتنا يا ربي الحبيب. وها انا باغي كنتسنى دابا لقيتونا ركبنا، غادي يعني صافي غادي نمشيو ان شاء الله، غادي نتاجعو شدينا الطوبيستا باش غادي نمشيو لبرشلونه، نمشيو لديك سبيطار. هنايا الطريق شحال نقول لكم لحد انا غادي، انا كانت كتجينا طويله ولكن ماشي مشكله، غادي ان شاء الله الله يوصلنا بالسلامه. وغادي نمشي حنايا دابا، هنايا تقريبا علينا ندخلوا لبرشلونه، ما بقناش بزاف غادي ندخلوا حيت جات في الدخله. هنا هذه هي الكلينيكا، قداش هي كلينيكا شحال نقول لكم، سميتها كلينيكا كيرول، كيرول ما عرف شي حاجه. المهم كلينيكا كبيره واعره، يعني انا نورمالمون دي الناس اللي ولدوا هنايا في اسبانيا دائما كنمشي عندهم الطبيب سيغورو اللي كنمشيو له كاملين. حتى انا سبق لي مشيت له، ما ولدت فيه وليداتي عاود هنايا بلا فرانكا، ولكن هاد الكلينيكا هادي هي زعما اول مره اللي مشيت لها، ماشي سان خوان ديوس ولا هذا، سميتها كلينيكا كيرول.
هنا غادي نطلعوا في لاسانسور باش غنطلعوا ان شاء الله بحول الله. هنا انا كنطلع لكم، وحتى لهنا غادي نشد معكم الفيديو ديالي، وغنقول لكم في رعاية الله، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.